يضايقك لو قعدت معاكي؟ آه يضايقني. خلاص مش هقعد معاكي. أنا كلمت المحامي عشان يقعد معاكي بكرة. محامي؟ ليه خير؟ عشان يقول لك كل حاجة خاصة بيوسف وتعرفي حقك كله. آه أنا متشكرة أوي يا عمي. أنا بصراحة كنت عايزة أطلب منك إنه ده يحصل بس كنت مكسوفة. لا تتكسفي ليه؟ أنا لما بستريح لإنسان وأعرف إنه بني آدم كويس بديله حقه بالكامل. في حاجة كمان عايزة أطلبها منك. تحت أمرك. خالد. ماله خالد؟ خالد كان معتمد على يوسف في كل حاجة، كان مش شاغل باله خالص لا بالشركة ولا بالمصنع ولا بالبيت حتى، بس أنا حسيت إن أنتي زي يوسف وممكن أعتمد عليكي. أنا عايزك تقعدي مع خالد وتفهميه على كل حاجة. مش لما أفهم أنا الأول؟ أنا مش فاهمة حاجة. أعتقد إنه راوية أقدر مني بالدور ده، هي اللي بقالها كتير في الشركة وعايشة هنا في مصر وعارفة كل حاجة. راوية مش زيك. راوية كل اللي يهمها تعرف الفلوس اللي داخلة وخارجة في الشركة، إنما تكبر تنمي لا لا لا. أنا فاهم كل واحد في البيت ده كويس، بس ده ممكن يزعل راوية. تزعل؟ بس أنا فعلا في حاجات كتير مش فاهماها في الشركة. أنا هفهمك على كل حاجة ما تقلقيش. بس خالد الأحسن إنه يعرف كل حاجة منك أنت. خالد هيتقبل منك أنت أكتر مني. لا لا خالص، أنا شايفة إنه ده مش صح أبدا. حضرتك والده وهو دلوقتي ابنك الوحيد، لازم يقرب منك. لو أنا اللي عملت ده هيزعل جدا، لأنه ببساطة هيحس إنه الست اللي لسه جاية من بره وما بقالهاش كام شهر في البيت بقت أغلى عند أبوه منه، وده هيأثر بشكل سلبي جدا على نفسيته. نفسية خالد دلوقتي محتاجة معاملة خاصة. هو حضرتك بتضحك ليه؟ كلامك ده بيأكد إن أنا صح. صح في إيه؟ مش فاهم. إذا قلت لك إن أنا عايزك تعملي ده وده طلب شخصي مني. حاضر، تحت أمرك. أنا مبسوط أوي أوي منك. ليه؟ عشان حاسس إن أنا اللي قاعد قدامي يوسف، لأنك بتكلمي بنفس طريقته. والله يا صوفيا كل يوم غلاوتك بتزيد. انت بتعملي ايه؟ من هنا عمالة تخطط وترتب مع ابوك وانت ولا الهوا. يا حرام يا حرام، الفلوس لحسب دماغك. عندنا حاجة تانية تلحس دماغنا غير الفلوس؟ سامحني، فاضية ما ورايش حاجة. لا عندي واد هنين ولا بنت ادلعها. تنين؟ تاني؟ تنين اه تنين تالت ورابع. طب بقول لك ايه؟ انت شكلك كده عايزة تطلقي، وانا بصراحة ما عنديش مانع. انا راجل عقيم ما بخلفش، وانت ست زي الفل، يعني ممكن تروحي تشوفي حظك مع اي حد تاني. انا ما قصدتش على فكرة. انا بقى قصدي بقولك يا رويه،